أهلا بكم مشاهدينا في أجواء رائعة جدا، نتمنى بأن تكون المباراة مثيرة أيضا. محدثكم فارس عوض يسعد بصحبتكم للتعليق على مجريات اللقاء، وموعدنا اليوم مع مباراة ضمن ديفيجن رايفلز. ومن هذه الأجواء المشتعلة نتمنى بأن نرى مباراة كبيرة تليق بحجم الفريقين وبحجم المسابقة. نتمنى بأن تكون هذه المواجهة على قدر الحدث وأن ترتقي لمستوى التطلعات والآمال. وهذه هي التشكيلة الأساسية لأصحاب الأرض اليوم. في المرمى راح يتواجد إيدرسون، فيرجيل فان دايك سيلعب رفقة كولر في قلب الدفاع، ديون سيبدأ مع ماركوس لورينتي في خط الوسط، وفي الهجوم هالاند سيبدأ مع رودريجو. رودريجو في المنطقة، ضربة رأسية غير متقنة بعيدة جدا عن المرمى. واضح على الشاشة تشكيلة الزوار في مباراة اليوم. في المرمى يتواجد كورتوا، نيمانيا فيديتش سيلعب إلى جانب دانيلو في خط الدفاع، ديون سيبدأ مع يايا توري في وسط الملعب، وفي الهجوم سيتواجد كريستيانو رونالدو. فرصة كبيرة للتسجيل، آخر من لمس هذه الكرة كان المدافع، وبالتالي ضربة ركنية. تركيز كبير هنا في المباراة على النجم الكبير هالاند. راح يكون لاعب خطير جدا على المرمى، عنده قدرة على التسجيل من أنصاف الفرص، ولديه قدرة أيضا عالية في الإنهاء. دونافان، ضاعت السيطرة. التركيز مطلوب في اتخاذ القرار بعد التقدم للأمام. هدية من حارس المرمى. تمريرة في ظهر الدفاع. تدخل مميز لاستعادة الكرة. ماركوس ليورينتي، والآن مع دونافان. الكرة تصل إلى دونافان، تاكلينج نظيف. يا سلام على اللقطة. ماركوس ليورينتي، فرانكي ديونغ، عرضية إلى رودريجو. كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن. مينتي يفقد الاستحواذ لمصلحة المنافس. الاستحواذ في هذه اللحظات. الحكمة تحت الضغط لاتخاذ القرار الآن. دانيلو بيريرا، مستمرون في نقل الكرة. أي دقة، أي سرعة، حافظين بعض. يا سلام على الاستحواذ. دانيلو بيريرا، يستعيدون الكرة بتدخل سليم. جميلة باتجاه كريستيانو، والتمريرة متأخرة جدا هنا، والتسلل موجود. التوقع هو كل شيء في مثل هذه اللعبات. التردد في لعب الكرة أضاع الهجمة. لورينتي، رؤية ممتازة للملعب. فرصة من الضربة الركنية للتقدم في النتيجة.
فرصة تأتي بعد طول انتظار، الجماهير تتفاعل لأنها تبحث عن التقدم بالنسبة للفريق. بيلعب للكرة في منتصف ال 18، مثال رائع في التألق والتصدي للضربة الركنية. يورجن كولر، فان دايك بدون تسرع في محاولة لأخذ الأفضلية في النتيجة. بداية محاولة مع رونالدو. أوه، لا يمكن أن تنتهي سلبية، هناك شباك تتحرك وإثارة تبدأ وهدف يأتي. إيرلينغ هالاند، دونافان، تحول في الاستحواذ. دانيلو بيريرا، تدخل ممتاز لاستعادة الكرة. الآن مع رودريجو. رودريجو خطأ في المنطقة، ركلة جزاء بدون أي عقوبة إضافية. تقرر حكمة اللقاء الاكتفاء بركلة الجزاء هنا. ضربة جزاء تنفذ بنجاح، هدف يأتي. يتقدم نحو المرمى، العارضة تدخلت واللعبة مستمرة. حكيمي يتعرض لضغط كبير. امبابي يهدي الكرة للفريق الآخر. دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة. مميز الضغط العالي في استعادة الكرة في مناطق خطيرة. الشوط الأول ينتهي الآن. شوط ثاني ويبدأ وتعود الكرة للحركة من جديد، وحالة التعادل قائمة بين الطرفين. امبابي والانطلاقة في المساحة على الطرف. دي يونغ، البينية رائعة، هل يمكن أن تصبح كرة خطيرة؟ يتوغل امبابي الان في المساحة على الأطراف. في الناحية الأخرى لرونالدو، لكن العرضية كانت سهلة عند الحارس. يستحوذ على الكرة وينهي الخطورة. الجماهير أكيد سعيدة بالمستوى الفردي الجيد في شوط المباراة الأول. قدم مردود طيب، نجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه قبل نهاية الشوط، وعاد بالمباراة إلى نقطة البداية. امبابي، كرة بتصل ماركوس يورينتي، تدخل ناجح لقطع الكرة. تحرك هجومي ممكن أن يسفر عن خطورة. نقل اللعب للجهة الأخرى. الحارس ينهي هذه الهجمة ويمسك الكرة. فرصة كانت خطيرة، الآن ارتاحت الأعصاب بعد هذه اللقطة. مبابي، مبابي بيرسلها، اعتراض يمنع مرور التسديدة. تدخل ويبعد الكرة. حكيمي
إيرلينغ هالاند، وصلت لرودريجو، فرصة لكسر التعادل. الله الله، هدف يحرك الشباك، هدف يشعل الأجواء. بيغير اتجاه اللعب الآن للجانب الآخر في أرضية الملعب. فرانكي ديونغ، قطع للكرة وإيقاف المحاولة. دانيلو بيريرا، رودريجو، ولام مع هالاند. هالاند، أوهو، حارس المرمى في منتهى الروعة. ركلية في المنتصف، انظر إلى الاعتراض الناجح. مبابي، الكرة تحت سيطرتهم بعدما تمكنوا من افتكاكها والاستحواذ عليها. الآن قد تشكل خطورة بعد تمريرة جميلة. جاءت التمريرة متأخرة كثيراً، ورايا تتدخل وتحسم الهجمة بإعلان التسلل. مهم جداً توقيت التمريرة وعدم التمادي في الاحتفاظ بالكرة. وصلت لرودريجو، فشل في الاحتفاظ بالكرة. كديدياتو ديان، ملعوبة إلى دي يونغ. نشاهد الآن تقدم من جانب هالاند، والذي يفكر في خطوته القادمة. مستحيل، الكرة، كرة ترتد من القائم. بيلينغهام، ملعوبة إلى رونالدو. كانوا قريبين من توسيع الفارق، من تقدمهم في النتيجة أكثر، لكن العارضة تصر على استمرار الإثارة في المباراة لأوقات أطول. مهم جدا الإبقاء على الاستحواذ في هذه اللحظات بعد الكرة التي ضربت العارضة لتهديد. اللعب ثلاث تغييرات اذا مشاهدينا في نفس التوقيت. المدرب يرمي بكل اوراقه. بامبي، الله على روحه التدخل في هذه اللقطه، ولا فرصه لكره مرتده. كان ممكن تكون خطيره، لكن يفقدها ويتغير الاستحواذ. لورينتي، كرة هدف في هذا التوقيت. سبع دقائق فقط وتنتهي المباراة. قد تكون هذه آخر فرصة لهم في المباراة لتسجيل التعادل. تصويبة كانت من مسافة بعيدة بدون أي خطورة على حارس المرمى. بيرلا ميندي، والآن مع راشفورد، والآن مع هالاند. كرة هدف الآن، يقطع الطريق والكرة في مربع العمليات. واضح أن الجماهير غاضبة. أوهو، التدخل يستحق بطاقة حمراء في رأيي. بيخلصها في هذه اللقطة. فرصة من جديد لكرة التعادل. يا رب، هدف التعادل في توقيت قاتل يأتي في هذه اللحظات.
نشوف الهدف من جديد. من الصعب بأن تلوم حارس المرمى اللي قام بدوره على أكمل وجه في التصدي الأول والتصدي الصعب، لكن لسوء حظه المتابعة كانت حاضرة وبالتالي الكرة في الشباك. إذن دقيقة واحدة مشاهدينا محتسبة كوقت بديل. وصلنا إذن إلى نهاية هذه المباراة. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. اليوم الاجواء جميله والطقس مثالي في ملعب المباراه. سعيد بتواجدي معكم اليوم، احبكم فارس عوض. مباراه من مباريات ديفيجن رايفلز والكل متحمس لهذا اللقاء. نتمنى ان تكون مباراه مثيره كما هي العاده. مع كل مباراه يكون هناك متعه جديده، وفي هذه المباراه نامل بان نستمتع بلحظات ولمسات فنيه مذهله. دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذه المحاولة. كريستيانو، وهذه هي تشكيلة فريق بيك ترابل. في المرمى راح يتواجد إيدرسون. لوسيو سيلعب إلى جانب سول كامبل في الخط الخلفي. برناردو سيلفا سيبدأ مع فالفيردي في الوسط. وفي الهجوم رودريجو سيبدأ مع روبرت ليفاندوفسكي. مشاهدة مع حضراتكم تشكيلة الفريق الضيف. في المرمى يتواجد كورتوا. دانيلو سيلعب بجوار فيديتش في خط الدفاع. ديون مستحيلة في المرمى، دقائق أولى. مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. من ملعب يوهاني كرويف نشاهد الأجواء الجميلة التي تساعد على قضاء ليلة رائعة والاستمتاع بهذه المباراة. سأكون معكم اليوم للتعليق على أحداث هذه المباراة. مباراة تأتينا مشاهدينا ضمن منافسات ديفيجن رايفلز، حيث الإثارة والتحدي
مباراة نريدها قوية ونريد فيها الإثارة كما هو الحال مع هذه الأجواء الكروية الصاخبة. ننتظر مشاهدة مباراة مثيرة وممتعة كما هي العادة في مباريات كرة القدم. تلعب في اتجاه كريستيانو رونالدو. والآن نستعرض تشكيلة أصحاب الأرض. في المرمى يتواجد كورتوا، نيمانيا فيديتش سيلعب إلى جانب دانيلو في خط الدفاع، ديونغ سيبدأ مع يايا توري في وسط الملعب، وفي الهجوم سنشاهد كريستيانو رونالدو. الحكم يشير إلى مخالفة واللاعب لا يتمنى بأن يتلقى كرت أصفر. يا رب على هدف مبكر، يا الله على فرحة افتتاح النتيجة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، كرة ما كانت صعبة، الحارس ينجح في التصدي. باشا يوم الذاكرة، الوصول إلى الظهور رقم 50 مع النادي محطة تستحق الاحتفاء وذكرى ستبقى خالدة. هذه الاحترافية اللي نتحدث عنها، وصلت التدريب، وصلت العمل بالتأكيد، ستكون حاضرة بقوة في صفوف الفريق المباراة الأخرى، وهذا ما يحدث هنا. ربما هذه البداية لمحطات كرة بتتصوب، الصافرة تنطلق لتعلن عن إلغاء الهدف. التسلل موجود والراية مرفوعة ولن يتم احتساب الهدف، تسلل كان قريب جدا. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة، كرة قوية لكن تضرب بالعارضة وتخرج، كانت خطيرة هذه الكرة. مبابي عرضية في توقيت خاطئ، الكرة في المرمى، عدلوها عدلوها عدلوها. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. كرة بتتشتت من خط الدفاع، كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية، بيرلا ميندي مساندة تصل الآن، عرضية خطيرة. أوهو ممتاز كورتوا في التصدي، الكل ظن بأن الكرة في المرمى من هذا المكان. ممتاز في قراءة اللعب، باشا فان بيرسي بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. باشا روبن فان بيرسي، مستحيل الكرة، تصدي وتألق غير عادي من كورتوا، كرة هدف من هذه المسافة لكن ضاعت، لكن أبعدها. استعادة الكرة من اليونايتد، كرة بتتخلص بعد عمل جيد حقيقة. باشا ولا مع سانت ماكسيمان، وصلت لي بيلينغهام، يا له من اعتراف، فرصة للتقدم في النتيجة من الضربة الركنية مشاهدينا. تلعب عند القائم الثاني، كرة بتبعد من منطقة الخطر. الربع ساعة الأخيرة تشهد تفوق شبه كامل من جانب يونايتد، بهذه المعطيات نشم رائحة هدف قريب يكسر حالة التعادل،
واعتقد اذا اتى سيكون على استحقاق تام لانهم يقدمون اداء كبيرا في الدقائق الاخيره. فقط ينقص تدخل خاطئ قد يحصل على بطاقه. كيف ضاعت هذه الفرصه؟ اي كره هنا؟ لكن هنالك رايه وحاله تسلل موجوده في اللعبه. من الغريب إضاعة مثل هذه الكرات حتى لو كان هناك تسلل. بيرلا ميندي انطلاقة هجومية وفرصة قد تكون واحدة هنا، لكن تنتهي خطورة الهجمة خلاص. ماركوس يورينتي ضاعت الكرة من ديونغ. هذه كرة هدف وفي المرمى، هدف يستعيد التقدم في النتيجة مرة أخرى. كريستيانو رونالدو كرة عن بيلينغهام، تمريرة رائعة خلف الدفاع، تصدي جميل من حارس المرمى. الآن لا صوت يعلو على صوت الجماهير لدعمي ودفعي. تسديدة قوية من مسافة قريبة، لكن الكرة بتمر، الكرة بتعدي. كم ممكن تستغل بشكل أفضل، بشكل مثالي في التنفيذ؟ والتدخل الناجح هنا في الاعتراض. الحكم يضيف دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. ياخذ الكرة في مكان خطير جدا. إذن الصافرة تعلن نهاية شوط المباراة الأول. استراحة قصيرة، نعود بعدها لنتابع أحداث هذا اللقاء. الشوط الثاني يبدأ هنا في ملعب يوهان كرويف أرينا. باتجاه المنتصف، تصدي خرافي للكرة الراسية، ردة فعل خيالية كانت في غاية الخطورة. الله على الإبعاد. فرصة لكرة مرتدة سريعة. كان ممكن يكون في حلول كثيرة في هذه المحاولة اللي كانت مرتدة، لكنها فشلت في النهاية. شوط أول مميز يجعل الجماهير راضية عن هذا المستوى الفردي الجيد. سجل هدف مهم جدا قبل النهاية وخطف التقدم في نهاية الشوط. الحارس يحمي مرماه ويمسك في هذه اللقطة. يحصل على المساندة في هذه اللحظات.
دي يونغ. بيرلا ميندي. قد تشكل خطورة لخط الدفاع. روبن فان بيرسي. الكرة في المرمى. يتسع الفارق إلى هدفين في هذه اللحظات. انطلاقة رائعة بالكرة والسرعة كبيرة. صلابة دفاعية. خلص الكرة بمهارة كبيرة. بيلينغهام. ولمعة سانت ماكسيمان. فرصة والمساحة موجودة. ضاع الانفراد. ضاعت الفرصة بعد تسديدة كانت ببطن القدم من خارج الملعب. التركيز كان مطلوب هنا. وهنا استعادة للكرة. مرت ساعة من عمر المباراة. دخلنا في النصف الساعة الأخيرة. الآن إلى رمية التماس باتجاه سان ماكسيمام. تصدي خرافي للكرة الرأسية. ردت فعل خيالية. كانت في غاية الخطورة. الله على الإبعاد. يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. المساحة على الجناح. قد تستغل هذه الكرة. هذه كرة هدف. لورينتي. تصويبة لكن من مسافة تقدر تقول مستحيلة. والكرة تتحول إلى خارج الملعب. ضربة ركنية. تدخل ناجح في إبعاد هذه العرضية. بيرلا ميندي بمهارة عدى فيها. تخلص من الرقابة. كرة بتتشتت من خط الدفاع. فرصة لهجوم مرتد في هذه اللحظات. عمل ممتاز في قطع الكرة. هل نشاهد الخطورة الآن؟ البحث عن تقليص الفارق. كرة في مكان. هدف آخر. كل ما يحتاجون إليه ليظهر الفريق شخصيته وقدرته على العودة. ربع ساعة على نهاية أحداث اللقاء. هنا يتبدل الاستحواذ. ديون. ماذا سيفعل الآن؟ فقد الفريق الكرة في هذه اللحظات. عدم التسرع مطلوب الآن. الدقائق تمر والدقائق تنقضي والفريق متأخر والتركيز مطلوب. انتهت الضربة الركنية. نجحوا في الإبعاد. ممكن فرصة من خلال كرة مرتدة. بر فيها. انطلق فيها. راح. أوهو. هدف يأتي في توقيت قاتل. رصاصة الرحمة في هذه المباراة. فارق الهدفين في هذه اللحظات. الفوز يقترب هنا. تحكم ممتاز. شوف المرور في اللقطة الماضية. لكن خلاص
كانت المساندة الدفاعية وإنقاذ الموقف هنا. كرة بيشتتها لورابلا، كرة عرضية مباغتة، الكرة تعود إلى الخصم. الآن توجد فرصة لتهديد المرمى من خلال الهجوم المرتد. محاولة لوضع الكرة في المرمى، في المرمى المفتوح، هدية لا ترد وهدف بدون تردد. تقدم كبير بخمسة أهداف لهدفين، تتكلم عن سبعة أهداف شاهدناها حتى اللحظة. حكم المباراة احتسب دقيقتين كوقت بدل ضايع. عند الفرصة هدف تقليص الفارق، لكن التوقيت متأخر جدا، صراع مع الزمن من أجل العودة ربما تكون مستحيلة. وتنطلق في هذه الأثناء الصافرة وتعلن عن خسارة أصحاب الفريق. لم يتمكن من فرض نفسه في الملعب وارتكب أخطاء كثيرة كلفت الخسارة بفرق هدفين. من المهم جدا بأن يقف على الخلل ويحاول إصلاحه وأن يستفيد جدا من هذا الدرس.